شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره المصري سامح شكري على أن الأمن العربي كل لا يتجزأ مع ضرورة استمرار التنسيق من أجل دعم أمن واستقرار المنطقة. وأكد بيان صادر عن اجتماع الجولة الخامسة للجنة المتابعة والتشاور السياسي المصري السعودي في الرياض، أكد على رفض أي محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون العربية وتهديد الاستقرار. كما أكد البيان على مركزية القضية الفلسطينية وأن الحل العادل يتطلب إقامة دولة فلسطينية مستقلة.